مشكلة الشلالية اللي موجودة بالوسط الفني، اللي هي مثلا تلاقي انت مخرج او مخرجة عنده كاست هذا ما بيستغني عنه، اربع خمسة هدول لازم يكونوا ابطاله بالمسلسلات. هي المشكلة على الحقيقة، اللي الحقيقة فهلا انت بس عم تسمعي مشاهد. هذا اسم المخرج رأسا بتقرري انه بتقولي معه هدول صح. الخمسة هدول الاربعة هدول الستة. في مشكلة تانية يعني انه عندك مثلا ثلاث اربع ابطال هدول يصلون عشرات السنين عم يطلعوا حبيبة وابطال مسلسلات وكذا، خلص هدول ما فيهم، ما فيك تغيري عندهم. هدول الجيل اللي طالع الجديد يمكن هلأ السنة بلشوا يورجون انه في غيرهم، يعني انه في غيركم انتوا اللي عم تطلعوا، هدول اللي كل سنة انتوا بتتصدروا المسلسلات وبتكونوا ابطالة. لأيمتى بتكون تضلوا يعني، لأيمتى بتكون تضلوا عم تطلعوا هيك؟ فهلأ السنة يمكن على تكرار وجوده كذا طلع ناس، شفتي انت عم يطلع ممثلين ادوارهم صغيره عم يحسنوا يساووا شيء اهم من هدول الابطال اللي موجودين 100%. فنحن انا كايمن رضا يعني الدور اللي بيقولبني مو انا، يعني هو بيجي بيحدد لي شو نوعيه الاداء اللي بدي اشتغل فيه. بس مثل ما قلت لك يعني في اولويات، في يعني صار هلا حتى المحطات بتطلب بعض الاسماء اللي بدها اياها، يعني ما عادت الشغله إلى علاقه بانه هذا الممثل عم يشتغل منطوره ندير بالنا عليه. يمكن هلا تتغير ال شو بسموها المنقله، تقله بتصير بشكل تاني، ولازم هيك يعني لازم دائما يكون في حدا جديد عم يطلع ياخذ ادوار رئيسيه غير الناس هدول اللي مسيطرين على الساحه يعني. صح، لانه خلص بفتره من الفترات كل حدا بقى بياخذ يعني مكانه، مثل ما انتم كمان ايه بعدين يعني بدهم يعني في زمن بده يطالعهم برات القصه، يروحوا لغير شيء، يروح لاب، يروح لجد، صح. يروح لعم، يعني هذا لازم يقتنعوا فيه. صح. ما يعني ما بقى يفيدهم البوتوكس ولا يفيدهم شيء يعني ما بقى يعمل لهم شيء يعني 100% معك انا.